يقول سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله في قول ربنا عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: تبا لأهل الرياء، تبا لأهل الرياء، تبا لأهل الرياء. هذه الأهل إيش؟ الرياء. ومحمد بن المنكدر رحمه الله لما حضرته الوفاة كما نقل الذهبي بسنده في السير كلام محمد بن المنكدر أخذ يبكي، فقال: مما تبكي؟ قال: أبكي هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.